بما أننا لسه في فترة الباك تو سكول والبيوت تقريباً كلها بتستعد لدخول المدارس، قررنا أننا نتكلم النهاردة في موضوع بيشغل بال الكتير من الأهالي والأمهات ودايماً بيكون مصدر قلق ليهم. الموضوع ده هو مشكلة التأخر في الكلام، والموضوع ده بدأ ينتشر بشكل كبير وناس كتير بتتكلم عنه. الأول كان الموضوع مش بيلاقي اهتمام من بعض المدارس، لكن دلوقتي معظم المدارس تقريباً بقوا بيهتموا بالأطفال اللي عندهم مشكلة في التخاطب وبيساعدوهم ويتواصلوا مع الأهل ويفهموهم طرق التعامل الصح مع الأطفال اللي عندهم المشكلة دي. عشان نتكلم في الموضوع ده بشكل يفيد كل الناس هيكون معانا النهاردة دكتورة رشا سامي استشاري أمراض التخاطب. ازيك يا رشا؟ الحمد لله تمام. اولا انا مبسوطه جدا ان انت معايا النهارده لاسباب كتيره جدا، يعني اولا صاحبتي اللي بحبها، ثانيا انت عامله شغل جامد جدا 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 على السوشيال ميديا، والفيديوز بتاعتك يعني فيها كم مشاهده عاليه لانها فعلا بتفيد بطريقه برضو كبيره قوي. ميرسي قوي. طيب احنا النهارده موضوعنا التاخر في الكلام او مشكله التخاطب. احنا عايزين نعرف الاول نشرح للناس ازاي هم يبتدوا يلاقوا ان الطفل عنده مشكله في التاخر في الكلام. اول حاجه في مايلستونز معينه لازم اتاكد ان هي عند الطفل، يعني مثلا الطفل عنده 6 شهور مفيش اي اصوات بيطلعها، الطفل مش بتندهي عليه ما بيبصلكيش، مفيش اي نوع من انواع التفاعل، ابتدي اقلق ولازم استشير دكتور تخاطب. لو مثلا الطفل لحد عمر السنه ما بيقولش غير بعض الاصوات، ما 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 ده 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 الحاجات دي، ما بيتفاعلش معايا، ما بقولوش مثلا هات حاجه يديها لي، ما بقولوش مثلا بوسه فيديه بوسه، ما بيقلدش اصوات، ما بيقلدش حركات، لازم اقلق. لو الطفل مثلا بندهله مش بينتبه لي خالص، فلازم اكشف على السمع بتاعه، ممكن يكون الطفل مش سامعني، ممكن يكون في ميه على ودنه، ممكن يكون في اسباب ثانيه مخلياه عنده مشكله فمش بيتجاوب. كل ده ما فيهوش مشكله والطفل بس مش بيتجاوب، ساعتها لازم الجا لدكتور امراض تخاطب ولازم اعرف ايه المشكله. طفل مثلا متاخر في الكلام، when I compare him لما بقارنه بقرانه باطفال قده او باخوه وهو صغير او مثلا ابن صاحبتي ابن جارتي ابن عمه او ايا كان، لقيت اني ابني او بنتي مش زي الطفل اللي في سنه استشير دكتور امراض تخاطب. بلاش اسال جيراني واصحابي فيقولوا لي لا تمام سيبيه هو هيتكلم لوحده، لا استشير دكتور امراض تخاطب هو يقول لي انه دواء كده كويس او ان هو متاخر او ان انا مش محتاجه اعمل حاجه او ان انا محتاجه اعمل جلسات، وساعتها ابتدي اتصرف. السؤال اللي دايما الاهل بيسالوه هو ابتدي امتى جلسات التخاطب؟ ناس كتير قوي بتنصح ان احنا ما نبداش جلسات التخاطب قبل عمر السنتين، وناس تانية بتقول سيب الطفل وهيتكلم لوحده. للاسف النصايح دي مش صح وبتاذي الطفل اكتر ما بتنفعه. احنا دايما بنبدا جلسات تخاطب اول ما بيكون الطفل مستعد، وطبعا على حسب التشخيص. يعني مثلا لو الطفل داون سيندروم او سي بي شلل دماغي، لازم نستشير دكتور امراض تخاطب من الشهور الاولى، علشان دكتور امراض التخاطب بيعلم الام ازاي تاكل الطفل وازاي تعمل تمرينات معينه بتقوي بيها عضلات الفم والفك، وده بيفيد الطفل جدا لحد ما يبتدي جلسات تخاطب. سن 18 شهر هو افضل سن نبدا فيه جلسات تخاطب، وساعات كمان بنبدا قبل كده لو الطفل مستعد. لو حتى الطفل مش مستعد بس الاهل شايفين ان الطفل متاخر عن اللي في سنه، لازم استشير دكتور امراض تخاطب، عشان الدكتور هو اللي هيقول إذا كان الطفل متأخر ولا لا. ولو الطفل متأخر ولسه مش هيبدأ جلسات، الدكتور بيدي نصايح مهمة للأهل يمشوا عليها في البيت، زي إزاي أتكلم معاه، إزاي ألعب معاه، إزاي أزود حصيلته اللغوية، أو إن أنا أوديه حضانة لحد ما الطفل يبدأ جلسات تخاطب، وده بيكون مفيد.